93 وانا هنايا كلشي دا السباده. انا عندي 5 د العيون خرجوني كبيه وعندي يد واحد. العشاء الملك تونيشي تلاني وخا نتوهل لولادي نعس، ما خصني حتى شي حاجه. الله يرحم بها الوالدين. انا شحال وانا هنايا ما شفت لا سكنه لا والو. براعه جاو داو السكاني، انا ما ديت لا سكنه لا والو. 5 د العيون عندي هنايا ولادي الصغير هو فينوه وكلشي دا السكنه. دابا شوف من حالي انا ما تشوفنيش من حالي وجهي الا وجهه الصوفيا اللي عندي. انا كنعاسي في الزنقه، الناس كيخاصوني واحد بويستيتو يلاه تشوفوه بيدكم. اقسم بالله العاشة محمد السادس شوفوا فيا ارحم بها الوالدين. شحال وانا هنايا كلشي دا السباده، انا ما ديتهاش. قال لك عمرك كنتي ساكنه نكروني، عمرك كنتي هنايا؟ كنت ساكنه هنايا في بندق الشجره. كلشي دا السباده، انا ما ديتش. عايشه محمد السادس. سمي ابراهيم خالق هنا يخلق قلت لها بينا يعني 33 عام وانا هنا والعمر ديالي. انا خي تسافد ولا ما تسافدش؟ خي عطاوا مع عطاوا مع خينا اخر انا خلوني بيومين ولا في الزنقه مسيب. وعندي جوج وليدات، عندي بنيته وعندي تكيو. انا في فندق شجر عندي جوج وليدات خلق قلت لها بينا عندي 39 عام في العمر ديالي. انا خي تسافد خي تسافد وانا ما تسافدش مار. انا في فندق شجر شارع وليد كلشي اللي يشوفه كلشي عارف. وانا تنطلب من الوالي ومن السلطة القضائية تعطيني حقي بحالي عطاو لي بطل. انا بدي مواطي بحالي بحال انت مقايف في الزنقة الناس دا. انا ما يخرج خرجوا لنا اليومين وانا تنعسي في الزنقة. انت تشوف الحالة ديالي اللي عطا الله. انا امينه الحمراوي كنت ساكنه هنايا محل بدا كيتحل على بنيساس. عندي 3 بنيساس خالقين هنايا وهما كلشي كيعرفهم كلشي عارف بلي انني عندي هذوك 3 بنيساس كبيره تبارك الله في عمرها 12 عام طالعه فيها. بدا كيربع عليا محل محل اصلا صراحه الله كان دعقوسي ماشي ديالي كان ساعطيني نسكن فيه على زمان واخا كنا مفارقين انا وولدها كان ساعطيني محل باش ما نمشيش للزنقه زعما نكري وهذيك المصاريف ذكره. من بعد بدا كيربع عليا واحد القنص من شفت بناتي في الخاطر شي سكريت انا في حومه بنيدر كيسا نقول لك مؤخرا ماشي بزاف شي عامين دابا باش خويت انا من هنايا ما زدتش فهمتي كنجي كنمشي كنطل كنشوف داكشي خاطر بقيت سيدك انا ما خدامه دابا ما والو كان فهمتي. ايوا مؤخرا مني هذه كانت عندي بنيسه مريطه شويش كنت كنجري معاها الناس كانت كتجري على الاستفاده ديالها. انا لا انا عندي الوراق عندي الدلائل بلي انا كنت كنجري مع بنتي مريطه كان الطبيب قال لي واش هذه المهم مشيت كنجري معها في التحاليل وهادي وانا هي ما استفدتش انا وبزاف من بعد منهم كيقولوا باقي ما استفدوش. كنطلب السلطه وسيد الوالي يشوف من حاله بنيسه 3 انا ما كنبغيت والو انا اللي بغاو يدوزوها يدوزوها لوليداتي انا ما خصني والو.
فهمتي؟ انا كنطلب منهم غير السكنه لهذوك الوليدات يضمنوا هذه حسن ما يبقاو في الكرا. دابا هما جاو ريبو ياك، هما ريبو اليوم. دابا حنايا شاركونا حنايا جوج بينا حنايا في 56 د المترو ود 75 ود المسيره خلق ديالي و 17 سنه وانا هنايا، 31 سنه وانا هنايا. كنت واحد المحل راه فين راه هو، كنت واحد المحل فيه. دابا هما جاو هدموا الفندق فهمتي، شاركونا حنايا 56 بارتما، شاركونا حنايا جوج د الناس. اش هاد الشيء هذا؟ وانا ما خصنيش نبيع، انا خصني نقبر تنموت. انا باقي عزري، باقي عزري، يعني في عمري انا ولد 75 باقي عزري، 48 سنه دابا ولا 49 سنه انا باقي زوفري. عطاونا السكنه ما نعرف في ثلث الخالي، ما نعرف فين عطاونا السكنه هذه فهمتي، في شرارقه ولا ما عرفش انا كاع الموطا هذه اللي عطاونا كاع. ما راضيش وراضي وما راضيش بالنسبه لهذا الشيء هذا، راه ما راضيش، راه تنشوف راسي انا راه غادي يجلوقوني وغادي يجريو عليا، ما نستافد في والو. مشيني من هما 13 الناس قبلوا، قول 13 الناس، قول 13 الناس قبلوا، انا ما قبلتش فهمتيني.